اهلا بكم، معاكم النهارده في حلقه جديده، وان شاء الله في حلقتنا نلبي بقيه رغباتكم. ابتدينا مع بعض الحلويات، وفي عندنا طلبات كتيره بنحاول نلبيها، فعلشان لو ما قدرناش نلبي كل الرغبات او في حاجات بتتعمل وما بتلحقوش تتفرجوا عليها، فبالتالي بنحطها على الانترنت، بنحطها على الفي او دي اللي هي دبي ميديا، بتروحوا على فيديو اون ديماند او اللي هو الفيديو تحت الطلب، وبتشوفوا الحلقات اللي هي رمضان كلها محطوطه مع بعض. واما بتروحوا برضو على chefosama.com تحت خالص مكتوب اتصلوا بينا، بحيث انك انتوا اي طلبات بتبعتوها عن طريق التواصل معنا بنحطها وتبقى حاجه من الحاجات اللي احنا بننفذها في حلقتنا. وفي حلقتنا النهارده هنعمل كذا حاجه، هنرد فيها على بعض الاتصالات، هنعمل فتت مجدوس، فتت حمص، بيتزا، طلبت البيتزا، هنعمل بيتزا مشويه، وكمان هنعمل ظهر ضاني برضو للعزومات اللي لسه ما عزمش حد، وكمان هنعمل حلو هيكون قريبه. لكن الفكره في كل اللي هنعمله النهارده ان شاء الله يكون حاجات نرد برضو اثناء ما احنا الحلقه بتبقى موجوده، بيكون في طلبات جات لنا زي البريوش او زي بسكوت او زي كحك او زي بيتي فور، بننزله تحت كمقادير، فان شاء الله هنحاول برضو نكمل معاكم ونواصل الحاجات اللي لسه ما ردناش عليها، فطول الحلقه هيبقى موجود فيه تحت الوصفات اللي انتم حابينها. اول حاجه ابتدي بيها اللحمه، على اساس اعملها هتاخد وقت، فهتبل هنا اللحمه بشويه من الفلفل الاسود ومعاهم شويه ملح وتوم مبشور ناعم، جيت هعملها كاعشاب، ومعاهم شويه هنا من الزعتر، كميه زعتر، وبحط معاهم بشر ليمون، ممكن احط عصير ليمون كمان او بس البشر، كميه هنا من بشر الليمون، على اساس دي هتبقى التتبيله بعد ما ببشر الليمونه هنا اهوت، واكيد بيكون الليمون مغسوله، بتاكد ان انا هاخد عصيرها كمان واستعملها زي ما قلت على اساس اتبل بيها. بحط كميه كبيره هنا من زيت الزيتون، ودي هستعملها لتتبيلتين، هستعمل الخضار، حط كميه هنا كبيره من زيت الزيتون، نقلب الخلطه دي، وهتبل فيها اللحمه الضاني، ممكن لو هي ريش اخد القطع الريش دي، او لو حبيت اخد شويه هنا هوت على جنب، وديت هتبقى للحمه نفسها، احطها بالطريقه دي، وكمان هحط شويه تانيين من الزيت، ودوت هيبقى لكميه كبيره هنا من البصل، يعني باخد بصل متقطع جوانح، هتبله بالخلطه دي، على اساس ده هيبقى الحاجه اللي انا هحط عليها، اللي هسوي عليها اللحمه الضاني. نحط كل المكونات هنا ونشوف اللحمه الضاني ديت هنعملها ازاي. زي ما قلت ان انا بجيب ريش، ممكن اقطع قطع ريش واتبلها في التتبيله دي، او لو حبيت بعملها بطريقه تانية، بتكون بدل ما هي ريش بتبقى الظهر كامل، يعني الظهر بتاع الخروف بنجيبه ونتبله واسويه زي فكره التاج. حاجات كتيره اكيد شفتوها اكتر من مره، ممكن تكونوا شفتوها في مطاعم، شفتوها في برامج، لكن هقول لكم ازاي ممكن تتعمل بطريقه سهله. هنا الاول البصل مع كل زيت الزيتون والاعشاب اللي حطيتها وشويه الزيت وبشر الليمون، ندعك البصل هنا عشان دوت هيبقى هو الاساس اللي انا هحط فوقيه الريش نفسها، يعني ده هيكون جزء من الصلصه اللي هستعملها. نجيب الطبق اللي انا هسويه فيه هنا، نحط كميه البصل ديت، اتاكد ان انا سهل عليا ان انا احط التتبيله، ندعكم كلهم هنا، وبعدين هنبتدي نرص هنا شويه من الخضار. قبل ما استعمل اللحمه هنجيب هنا شويه من الخضار. الخضار بجيب عندي كوسه وطماطم وبطاطس، يعني بجيب الطماطم، تشوف الالوان نوزعها ازاي، يعني دول الالوان كوسه وطماطم وبطاطس، وكوسه لونين، فاذا انا احط لون احمر بعدين ممكن يكون البطاطس واخضر وهكذا، وبعدين نبتدي نكرر العمليه الثانيه، بحط طماطم بطاطس وكوسه خضراء كوسه صفراء، فهاخد ديت كده بلفها بنفس الفكره، نحطها هنا في الصينيه بحيث انها تبقى ده الخضار، يبقى عندي شويه من البصل محطوط تحت، والرصه الثانيه ديت اللي احنا هنحطها من الطماطم، ناخدها ونحطهم هنا اثناء ما احنا بناخد اتصال. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله.
يا رمضان كريم، الله اكرم. يا سعيد، كيفك شيخ اسامه؟ الحمد لله الحمد لله. انا كنت عايزه اسال، انا جبت قطايف وعملتها حشيتها وشلتها في الفريزر، نعم. فلما اجي اقليها هل افكها من التلج ولا اخليها في تلجها واقليها وهي فروزن؟ هي لو اجي انت، لو حضرتك حطيتيها ضغطتي عليها، المفروض كانت قبل ما تحطيها في الفريزر تسويها نص تسوية، لأن لما بحطيتيها كده هتنشف وهتطلع بره، هتلاقيها فتحت، لما تيجي تقليها هتفتح. ففي الحالة ديت أفضل طريقة إنك أنت لما تطلعيها تفك، اضغطي عليها مرة كمان، حاولي بس ترشي شوية زيت في صاج واشويها في الفرن، يعني حطيها في الفرن، لأن لو حطيتيها في الزيت ممكن تفتح في الحالة ديت. يعني اشويها في الفرن ما اقليهاش في الزيت. طالما انت حطيتيها في الفريزر، او جربي واحده، يعني انا ده اللي انا شايفه ومتخيله، او جربي واحده، جايز ما تبص مع حضرتك، بس اللي انا متخيله انها ممكن تكون هتنشف وهتتفتح، لان القطايف وهي لسه طازه بيبقى في العجينه بتخليها تمسك في بعضها، لكن لو حصل انك انت سبتيها كده بالطريقه ديت، ممكن في الحاله ديت تفتح لما تحطيها في الفريزر تفتح. فتجربي وتعرفينا ان شاء الله. ممكن اللي هيحصل هنا هو ايه؟ ان انا هحط دوت همسكها في بعضها، لكن نرجع للاساس. هو هنا ديت هتبقى ايه؟ هتبقى لحمه ضاني. بجيب الظهر الضاني والظهر الضاني، يعني جبنا اتنين مع بعض، يعني ده ظهر وده ظهر، جبناهم الاتنين وحطيناهم مع بعض هنا، ربطتهم على اساس ان هم يبقوا ماسكين في بعض. وبجيب سكينه، وما بين العظم يا دوبك بس بفتح كده حاجه بسيطه ما بين العظم، على اساس ان لما بمسك ديت زي ما قلت هنعملها زي التاج، بتتلف بالطريقه ديت. وعشان اقفلها بجيب فتله وابره ونقفلها من الناحيه دي، وبعملها على اساس احطها في قلب الفرن اثناء ما احنا بناخد اتصال. الو الو، ايوه الو، مرحبا. اهلا سمر، مرحبا. اهلا مرحبا، رمضان كريم. الله اكرم. اولا اريد اشكرك على جهودك الطيبه الحمد لله، على المقادير الحلوه اللي تقدم لنا اياها يوميا. شكرا 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 لك يا سمر، تسلمي لي. يوميا جربها انا وماما ونسويها وكلش طيبه عشتيده. طب الحمد لله الحمد لله، اهم حاجه. بس حبيت اسالك على مقادير التلابيا. نعم. ممكن شي يوم تعملنا اياها؟ هو انا عملت الزلابيا اللي هي العوامات او لقمه القاضي، بس ممكن المقادير انزلها لحضرتك. اوكي، بس هل هي نفس مقادير الزلابيا العراقيه؟ ما اعرفش الزلابيه العراقيه هل بتختلف، مش هي عوامات في الاخر، هي المقادير اللي احنا الزلابيه هو بيقول الزلابيه غير، لكن انا اعرف ان الزلابيه بتتقال مثلا في بعض البلاد اللي هي عوامات او لقمه القاضي، اللي هي بتبقى مشابهه هنا للخنف لل 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 اللجيمات، يعني بتتحط على هنا بتتعمل. فاللي انت بتقولي عليها ممكن تكون قريبه من مشبك، يعني زي المشبك ده ان شاء الله هنعمله سوا باذن الله يوم الخميس، يعني يوم الخميس هعمل لك طريقه المشبك بالظبط، لان كمان في ناس بتسال ممكن ازاي يعملوها ويفضل ناشف ما يترش منهم. فان شاء الله يوم الخميس ممكن باذن الله نعمل لك طريقه المشبك اللي هي الزلابيه اللي انت حضرتك قلت عليها. تؤمريني. هنا بالنسبه للعمليه الجراحيه اللي احنا بنعملها هنا، بجيب اللحمه بربطها في بعضها، بس انا عايزها تبقى مدوره، فعشان ادورها بجيب ممكن حاجه هنا اهوت بحيث انها تبقى تمسكها في بعضها، وبعدين بتبلها، يعني بعمل التتبيله اللي احنا نفس التتبيله اللي احنا حطيناها ديت، باخدها هنا اهو، باخد اللحمه بدهن فيها التتبيله بالطريقه ديت، وبعدين نحطها في النص، بقيه التتبيله بدعكها فيها هنا. عشان احافظ على شكلها هجيب بطاطس، بطاطس زيت هاكلها، واجيب سلطانيه، ممكن سلطانيه تستحمل الفرن احطها هنا. لو عايز اشوي معاها بصل ولا حاجه، ممكن اكون مسوي البصل عشان يستوي ويكمل سواه، وبعدين هحط على ديت شويه مرقه، انا عايزها تمسك في بعضها، فهتمسك في بعضها الاول بشويه صغيرين هنا من المرقه، نحط حوالين الخضار على اساس الخضار يبقى فيه سائل يمسكوا في بعضه. نكرر هنا اهو، وبحط معاه دوت مع السائل دوت شويه صغيرين من الملح والفلفل، وامسك الخضار ده مع بعضه برده بشويه من الجبنه البرمجان، شويه فلفل اسود هنا، شويه ملح، حطهم اتنين مع بعض هنا، وجبنه برمجان مش هغطي الخضار، بس يا دوبك عبال ما تسيح تمسك الخضار في بعضه مش هنغطي الجبنه، وشويه على البصل كمان، يبقى شويه هنا على البصل. وعلشان احافظ عليها
واخلي لونها، وخصوصا ان الريش انا عايز اسوي اللحمه اللي تحت، الريش دي مش عايز لونها يتغير. اجيب ورقه الومنيوم هنا اهو، وبس اغطي الحته اللي فوق، يعني الحته اللي فوق بس كده اهو، عشان العظم نفسه ما يتحرقش. وديت بتستوي، ممكن نحط شويه مرقه كمان، خلينا نحط شويه مرقه كمان هنا اهو، تنوات البخار هيساعد. ودول اخدهم وادخلهم الفرن. فرن حرارته ممكن لو مش هيقضي الفرن عندكم ممكن تستعملوها في فرن صغير. فرن حرارته بتكون 350 اللي هو 170. نجيب نفتح الفرن هنا، حتى الفرن بتاعنا دوت دي كبيرة عليه، لكن هنحاول نميله واحطها كده اهو. وديت هتبقى اللي هي فكرة التاج، طبعا مش هنلبسها لما نخرجها بره، لكن هنتأكد ان هوت ان احنا بنسويها ممكن تاخد حوالي 45 دقيقة. فقبل ما نعملها وتستوي هنعمل مع بعض البيتزا او البيتزا المشويه. والبيتزا المشويه فكرتها ومقاديرها اهم حاجه فيها بستعمل المكونات الجافه اللي هي دقيق، ملح، شويه سكر، زيت زيتون، وميه بتكون ميه دافيه. يبقى ديت اللي انا بستعملهم كمكونات جافه، احطهم هنا اهوت. خميره، خميره جنبها السكر والملح بيكون الناحيه الثانيه. بخلط دول مع بعض، وهخلط دول وهعجنهم، ولما نرجع من الفاصل نواصل معاكم ونشوفكم على خير ان شاء الله. اهلا بيكم. دلوقتي احنا عملنا مع بعض قبل ما نروح الفاصل لحمه ضاني، جبت الخضار، حطيت كوسه وانواع كوسه مختلفه لونين مع طماطم وبطاطس، وحطيت معاهم كميه بصل كبيره. ممكن تكون الفكره نفسها اللي هو الظهر او الخروف اللي احنا جبناه، ظهر الخروف عملناها زي فكره تاج، وبحطها في قلب الفرن على اساس اسويها، ومعاهم كميه كبيره من البصل من تحت وشويه مرقه. وقلنا هنعمل بيتزا، في اكتر من طلب جاي على البيتزا اللي هي البيتزا هنعملها مشويه، لكن نفس المقادير ممكن تتعمل بانواع بيتزا عاديه. هنا دقيق مع ملح وخميره وشويه سكر بحطهم، والسائل هيكون زيت زيتون، ومع زيت الزيتون بستعمل ميه، والميه بتكون دافيه. حطينا شويه زيت الزيتون، بضيف الميه، حط هنا للعجينه، بسيبها على الاقل في العجانه 10 ل 12 دقيقه تتعجن. لو عجينها بايدي ممكن تاخد معايا من 20 لنص ساعه، من 20 دقيقه لنص ساعه، بس اتاكد ان كل المكونات عجنت واندمجت صح. لنجاح اي وصفه للبيتزا بالذات ان احنا بنقول ان تملي الوقت، طبعا احنا بنعمل برنامج على الهواء، فبعد ما بعمل العجينه بقسمها، اذا كنت هعملها 2 بيتزا 3 بيتزا حسب الحجم بتاعها، فبجيبها وبقسمها بالحجم اللي انا عايزه، وبعد كده بقطعها شكلها بالطريقه دي. يبقى دي اول مره اتخمرت فيها العجينه، خمرتها لمده 35 دقيقه، وبعدين بفردها. دي لو عايزها مدوره او مربعه، لو انا حبيت احطها في الفرن بعملها واسيبها تتخمر مره كمان، فهاجي نوت انا هعملها مستطيله، فبالتالي بفردها بالطريقه ديت على اساس تبقى مستطيله، وبعدين بفردها بالجنب وهعملها رقيقه. السبب ان انا هعملها رقيقه ان عايز اشويها، يعني احطها على النار مش هدخلها الفرن. بفردها بالطريقه ديت، وحسب حجم الشوايه اللي عندي بعمل حجم البيتزا، فدوت هيكون تقريبا حجمها. وبعد ما بعملها بسيبها شويه صغيرين على اساس تريح. هفرد واحده تانية عشان زي ما قلت اتفقنا ان احنا نعملها مربعه، فبعملها الاول كده اهوت مستطيل، او بعملها مستطيله فبعملها بالطريقه دي، وبعدين افردها كده. بعدين هتبقى ديت اللي هي البيتزا المستطيله اللي هعملها مشويه. لو عايز استعمل شوايه بالفحم ممكن استعمل شوايه بالفحم، لو عايز استعمل شوايه مباشره على النار ممكن استعمل شوايه مباشره على النار، بس تخلص من كل الدقيق اللي فيها اذا كان فيها اي دقيق. وبعدين جايب شوايه هنا من اللي احنا بنشوي عليها الخضار، بفرد البيتزا واتاكد هنا من الحجم ان هو قدها، ومش محتاج احط عليها اي زيت او اي حاجه، يعني باخد البيتزا هناوت واحطها مباشره على النار. واثناء ما هي بتشوي هناخد اتصال. الو الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله. سلام ورحمه الله، ازيك يا اخت عائشه؟ الحمد لله، ازيك؟
عفوا شيف أسامة، بس بدي أعرف مقادير عمل الملبن. الملبن؟ أي إن شاء الله. حاضر تحت. وعندي سؤال ثاني، أصابع زينب يعني أنا سويتها طلعت ناشفة عندي يعني يابسة. يعني استعملتي المقادير اللي احنا عاملينها ولا في مقادير تانية حضرتك استعملتيها؟ استعملت المقادير بس الصميد اللي عندنا بالعراق ما اعرف يعني خشن؟ سواها ناشفة يعني الخشن. لان في حد استعمل صوابع زينب، استعمل خميرة غير الخميرة، جالنا اتصال بدل الخميرة الفورية حطوا خميرة عادية ونفشت وبقت تخينه معاهم، فما سووها بقت كبيره، بقت عامله زي لقمه القاضي او عامله زي العوامات، فما اتشربتش شربات. فالدقيق بيفرق من مكان لمكان ومن بلد لبلد، فدوت حاجه مهمه جدا لازم نراعيها ان شاء الله. تحت امر حضرتك. وهقول لك على مقادير الملبن ان شاء الله وهنعمل لك الملبن باذن الله. اما بالنسبه تحت امرك تأمرين. بالنسبه للبيتزا زي ما انتم شايفين يعني اثناء الاتصال ما بتاخدش اي وقت، يا دوبك الشوايه سخنه وبحط هنا اهوت قطع البيتزا بحطها على الناحيتين فهي اتشوت، ممكن ديت ادخلها الفرن لو حبيت، ديت ممكن نحط عليها شويه من الخضار. وباخد الخضار بنفس الفكره هنا اهوت، باخد شويه صغيرين يا اما من الاعشاب وبشوي فيها او بحطهم هو مباشره هنا، ممكن شويه كوسه شويه جزر، نفس الفكره الخضار اللي احنا حطيناه مع اللحمه الضاني، بستعمل شويه هنا من الخضار هنا اهوت بحطه على اساس ان اشويه، وبعد ما اتشوي ممكن اتبله، فعندي شويه منه مشوي بالطريقه ديت، باخد شويه نحطهم من بتنجان، بتنجان متقطع، كوسه بنفس الفكره متقطعه اللي هي كلها شرايح صغيره فما بتاخدش وقت كتير، ودي ممكن تبقى طبق سلطه في حد ذاته، حطها هنا. والنوع الثاني من الخضار هيكون خضار بنفس الفكره بس مش هشويه، هخليه ني زي ما هو، نجيب برده نفس الفكره، كوسه شويه من الجزر شويه من الكوسة، حتى القرع يعني مش لازم كل حاجة نسويها، لونين كوسة، شفتوا انتوا الكوسة الصفراء والكوسة الخضراء اللي عندنا، فهنحط هنا لونين من الكوسة، حتى لو حبيت ممكن بحط واحدة بنجر، بس هخلي البنجر بعدين عشان اللون بتاعه ما يغيرش، لكن نقلب هنا البتنجان اللي احنا حطيناه للشوي، زي ما قلت طالما الشواية سخنة بتاخدش اي وقت هنا في الشوي، وبعد كده بنتبلها بالتتبيلة اللي احنا عايزينها. التتبيله اللي انا عايزها احط عليها شويه من زيت الزيتون، وبحط عليها شويه من الاعشاب، شويه من عصير الليمون، وملح وفلفل، يبقى ده كده نوع هستعمله، نحط ملح وفلفل وشويه الملح هنا، ونفس الشيء هنا هو لو ما كنتش متبلها احط شويه هنا من الفلفل الاسود، شوية فلفل اسود مجروش، شوية ملح وزيت زيتون، ومش هحط ليمون على ديت بس شوية هنا من الاعشاب. هناخد اتصال ونرص البيتزا ديت اللي احنا عملناها، نشوف ممكن نقدمها ازاي. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله. محمد من العراق. يا اهلا وسهلا يا اخت ام محمد. الله يخليك. بدون زحمر بس اعرف مقادير اللوف توست يعني بتكون بحديد يعني شويه يعني حديد خفيف خفيف. مقادير الايه معلش؟ يعني وايد دجاج. المقادير حضرتك ام احمد معلش قلت ايه؟ مقادير ايه؟ مقادير اللوف او التوست بس يعني التوست، خبز التوست بنكهه السكر وبحديد. خبز التوست؟ ايه خبز التوست. حاضر تحت امر حضرتك. السلامه. لا نقولها لحضرتك ان شاء الله تحت امرك. بالنسبه لخبز التوست بالمناسبه انا ممكن اعمل منه اكتر من حاجه، ممكن نحط، انا هعمل هنا بالاول في البيتزا، هننزل برضو مقادير خبز التوست ننزلها لحضرتك باذن الله خلال الحلقه او بكره باذن الله هنحاول نحطها. ممكن اعمل هنا للبيتزا هنا حاجه من الخضار يعني خضار مشوي، وبرص دوت يعني بس مش عايز اقضي وقت كتير جدا هنا في الرص، وخصوصا احنا ابتدينا ورصينا الخضار بطريقه، لكن الشكل نفسه بيبقى عليه عامل، فممكن ارص الخضار هنا اهوت اللي هو المشوي بالطريقه ديت على البيتزا مباشره ومعلاش اي صلصات، او لو حبيت نحط عليها صلصات مختلفه فنعمل هنا نوعين من الصلصه. ممكن يكون عندي صلصه اللي هي فيها شويه من الشطه وشويه طماطم تبقى مسكره، نحطها هنا اهو، حط شويه
من الصلصه، وديت ممكن تبقى مع الخضار اللي انا ما حطيتش عليه حاجه، اللي هو الخضار كان ني شويه هنا من الخضار اللي تبلته بس وحطيت عليه زيت زيتون، نحط شويه عليه هنا اهو كده. والتاني ممكن نحط عليها لبنه برضو كفكره سلطه، لو عايزين تحطوا عليها شويه من الورقيات. نحط شويه من هنا. ناخد اتصال. الو الو. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايوه ازيك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله وسيله، بس وطي التلفزيون شويه بعد اذنك. طيب انا ودي اشكرك على البارح على البسبوسه الجزائريه اللي انت سويتها. نعم هي كانت اصلا احلى من بسبوسه الجزائريين بصراحه، لانه انا من الجزائر ويعني عجبتك بين الحلو. طب كويس يا وسيله، انا اكلت منها امبارح بعد الفطار وطلعت فعلا مختلفه، وخصوصا الموارد اللي فيها، بس احنا قللنا كميه الموارد شويه. هو كانت الوصفه طالبه كميه كبيره من الموارد، لكن احنا قللنا شويه، لكن عجبت الكل هنا. بس وطي التلفزيون شويه بعد اذنك يا اخت وسيله. بس انه اتفضلي، انه من فوق لازم تكون شويه يعني حمرة شويه، يعني تكون شويه براون من فوق. نحمرها اكتر من كده؟ ايوه خلاص تحت امرك، نحمرها اكتر من كده يا وسيم. ايوه اوكي بس طيب. كده انا ودي اطلب منك طلب يعني. اتفضلي. انا متزوجه يعني واحد يعني هو انجليزي بس يحب الاكل الهندي. بيحب الاكل الهندي؟ اوكي. ايوه ودي اياك يعني شويه مره على مره يعني تسوي لنا رايس حق الهند، يعني زي الكوري، تشيكن كوري، تشيكن لام يعني. خلاص لانه هم يعني يستخدموا مره كثير يعني اعشاب انا ما اعرفها، يعني ودي اياك انه تستخدم لنا يعني توري لي شوي. لا حاضر ان شاء الله هنعملها لك باذن الله. وبالنسبه للاكل عموما يعني بصرف النظر على مين هنعمله، احنا بنحاول نعمل كل البلاد. انا مخلي عيني هنا على اللحمه على اساس ان الخضار مش هياخد وقت كتير والبصل هيستوي، وحسب برضو احنا عايزين نسويها لمده قد ايه، فبخليها للفرن. والبيتزا اللي عملتها زي ما قلت انا بعمل انواع بيتزا هنا من الخضار، حطيت هنا هو شويه من الخضار اللي هو كان ني ما سويتوش، فممكن معاه شويه من الصلصه البيضه والصلصه الحمراء اللي هي فيها شويه سكر ومع طماطم، او ممكن استعمل لبنه يعني هنا برضو هي نفس الفكره، بتكون مشويه وبفرد لبنه عليها بس اسيبها تبرد شويه، يعني دي اللي احنا سويناها سوا، دي بحط لبنه عليها. لو حبيت ممكن اجيب شويه من الجرجير الركه نحطهم هنا، ممكن نحط زيت زيتون، او نفكر هنحط ايه، لكن لسه عندنا نوعين من الفته هنعملهم. لما ان شاء الله ناخد فاصل ونرجع معاكم هنعمل فته مكدوس وفته كمان من الحمص. نشوفكم على خير ان شاء الله. ام احمد من العراق قبل الفاصل طلبت ان احنا ندي لها مقادير التوست. هو الخبز التوست بيتعمل على اساس ان احنا بنعمله في قالب توست، وبس قالت عايزة يبقى يكون مسكر، اذا في سكر، وكمان عايزة يكون في حليب، ففي الحالة دي هيبقى حاجة تانية. فاحنا اقرب حاجة لسه عاملينها اول امبارح اللي هي المقادير بتاعت البسكوت. انتوا فاكرين البسكوت اللي عملته وحشيته من جوه بشوية من المشمش وشوية زبيب، وقلت ان هو بسكوت بريوش. هي فكرة العجينة، العجينة اللي اتبقت معانا على اساس ما بنرميش اي حاجة هنا، اي حاجة بتتبقى بنستعملها. فالعجينه اللي انا بخمرها يعني انا هخمر عجينه هنا مش هستعملها، لا باخدها واخمرها ونستعملها احنا في حاجات تانية. فنفس الشيء جبنا العجينه وخمرناها وحطيناها في قالب التوست، فدوت هيكون البريوش. ممكن حطينا فيه شويه من الفاكهه او بيتحط كده، دوت هيكون دوت فيه الحليب. يعني المقادير اللي حضرتك هتشوفيها هي مقادير بسكوت البريوش، لكن هو دوت العجينه نفسها بتتعمل وبتعمل في قالب التوست، يبقى اذا فيها حليب، فيها الزبده، فيها السكر، وتزودي السكر لو حبيتي. فديت بالنسبه للمقادير اللي اخت ام احمد طلبتها. اما بالنسبه للفته اللي هنعملها وانواع الفته اللي هنعملها، هنعمل هنا شويه من صلصه الطماطم على اساس هعمل فته مكدوس بتنجان. بحط معاها شويه صغيرين هنا اهوت من الخل، وديت بيكون فيها شويه صلصه طماطم هي ما عليهاش خل، يعني هي من اول موجوده عندي واستعملتها لحاجات تانية خالص، ممكن استعملها البيتزا، ممكن استعملها المكرونه، فاذا بنكهها بالطريقه اللي انا عايزها بالطعم اللي انا عايزه. نحط عليها شويه من هنا،
ديت هتبقى هستعملها لل للبتنجان. اما البتنجان نفسه اللي بستعمله بجيب هنا هوت بتنجان، وهستعمل بتنجان حجمه صغير. نجيب بتنجان وبقشر جزء منه وبخلي جزء، يعني ما بقشرش البتنجانه كلها، يعني بجيب البتنجانه واقشر جزء من الناحيه دي واسيب واحده من الناحيه دي. يبقى هنا ديت فكره البتنجانه. وبعد كده هحمر فيها، نحط نوت شويه هنا من الزيت وبنوطي النار عليها، واتاكد ان فيه الميه كلها بتخلص منها هنا، اطلعها هنا واتخلص من كل الميه دي. وبعدين بحط البتنجان على اساس اقليه او احمره في الزيت او بدبله شويه، لان هكمل سواه لسه في ممكن استعمله تاني، ممكن البتنجان ده احطه جوه الطماطم. يبقى بنحمر البتنجان هنا لغايه لما لونه يغير. والمكونات ديت بستعمل معاها شويه مرقه، ممكن تكون مرقه فراخ. والاهم في الموضوع بستعمل طحينه، نجيب طحينه، بنحط الطحينه مع الزبادي اللي هو الروب او الزبادي، ودول بخفهم بشويه صغيرين هنا من ميه، حط شويه ميه دافيه عليهم، وبحط معاهم عصير ليمون، شويه عصير ليمون، شويه من الملح والفلفل، فلفل ابيض بهار وملح، شويه ثوم صغيرين، مش هكتر في الثوم، حاجه بس بسيطه هنا في الثوم. وبعد كده بقلب كل دول مع بعض. يبقى ديت هتكون الخلطة اللي انا هستعملها للفتة اللي انا بعملها. بعد كده بنقلب البتنجان، اتأكد ان البتنجان هنا اتحمر من كل ناحية. ولما بحمر البتنجان من كل ناحية وبدبله خليه يدبل، بكون عامل لحمة معصجة. اللحمة المتعصجة اللي بستعملها بيكون عبارة عن لحمة صنوبر بصل، بكون مسويها قبلها، وده بيكون البتنجان اللي احنا هنستعمله. بسويه وبسيبه لغايه لما يتحمر كده، وبفتحه من هنا على اساس بدل ما احط فيه مخلل بحط فيه شويه من اللحمه، بحط شويه لحمه هنا اهوت مع الصنوبر، وبضغط عليهم اقفل عليهم، اتاكد ان في شويه جوه يفضلوا في البتنجانه نفسها، واقفل عليها. وبعد كده دول هاخدهم على اساس اسويهم في الصلصه بتاعه الطماطم اللي احنا قلنا عليها وابتدينا فيها وحطينا فيها شويه خل. اخد البتنجان هنا واجيب صلصه الطماطم نحطها في قلبيه هنا، اخليه يكمل سوا، وفي نفس الوقت هيتشرب شويه من الصلصه. سيب دول يستووا، ويبقى عندنا هنا اللي متبقي ان انا اعمل الفته نفسها بتاعه المكدوس او بتاعه البتنجان. بستخدم خبز بلدي اللي هو الخبز العربي، بنشفه كمية كافية هنا احطها على تبقى حسب عندي كمية بتنجان قد ايه والكام شخص. وبعد كده بحط شوية مرقة بس مش كتير، يعني بسقيها بشوية صغيرين من المرقة، نمسك شوية مرقة صغيرين لان هيبقى هيتحط عليها لسه الطحينة، فما بكترش المرقه عشان ما تتبلش، وبحاول اعمل ديت في اخر لحظه قبل ما بقدم الطبق نفسه. نزود هنا شويه تنين من الميه الدافيه على الخليط بتاعنا ده، ودوت فيه توم، فيه الملح، فيه الفلفل، الطحينه والزبادي، وناخدها اهو. وبعدين ببتدي احطها فوق، نغطي بيها الخبز هنا، حط كمية كافية تغطي الخبز. وبعدين هستعمل البتنجان اللي انا سويته في صلصة الطماطم وكان مقلي قبلها ومحطوط معاه شوية لحمة. لو حبيت اخد شوية من اللحمة نفسهم مع الصنوبر احطهم، ممكن اعمل كده، ممكن احط شوية من اللحمة مع الصنوبر هنا هوت لنطورهم على الطبق نفسه. لو حبيت بنسخنهم وبعدين بحطهم هنا، وبعد كده بنرص عليهم البتنجان. يبقى ديت كده، لو مش عايزين تحطوا بتنجان انتوا عملتوا كده فتة لوحدها. حط كل ده، وبعد كده باخد القطع التانية بقى من هي البتنجان اللي احنا مسوينها وارصها فوقيها، وهنعمل فتة تانية من الحمص. بس الاول اخد اتصال. الو الو،
ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو، أيوة، إزيك يا مها؟ اتفضلي. أنا بحب أشكرك على المسابقات اللي بتسويها وعلى البرنامج الحلو هذا. شكرا ليك يا مها. عشتي كنت أسألك على الكريمة خار، يعني بشوفها في المحلات يعني تكون ثقيلة، لما نسويها تكون خفيفة. انت بتجيبي يعني الكريمه بتسويها ايه؟ لما بتخفقيها بتضربيها يعني بتبقى كده، ولا ايه اللي بيحصل؟ يعني الكريمه بتجيبيها بتبقى سايله و ايوه اوكي، ولما بتخفقيها بتفضل معاكي بتبقى تقيله، بتبقى خفيفه. ايوه، يعني مش زي المحلات تقيله. مش زي اللي هم بتشوفيها بيزوقوا بيها. ايوه، هو الفكره يا مها، جايز انت ما بتستخدميش الكريمه الصح، انت عايزه تجيبي كريمه لباني اللي هي قابله للخفق، فتاكدي ان انت جايبه الكريمه اللي هي قابله للخفق مش للطهي، فجايز يكون هو ده السبب، وعلى اساس ان هو بيبقى في الحاله ديت بتبقى الفكره فيها اللي هي قابله للطهي، بتبقى نسبه الدسم اقل وبتبقى خفيفه. اما بالنسبه للمكدوس اللي احنا عملناه او الفته اللي عملتها وفيها بتنجان، ده قلت انها كخطوه اولى ممكن ما احطش البتنجان فوق ويبقى الخبز وفيه بس الطحينه، لكن احنا اخترنا ان احنا نحط عليه الخلطه ديت، وبعد كده بيبقى في طبق تاني هنعمله فته، بس هتبقى من الحمص. فته الحمص هنجيب لها شويه هنا من السمنه ونحمر صنوبر. نجيب الاول صنوبر قبل ما احطه، بس اتحمر لونه ان هو في طاسه تكون سخنه شويه، واثناء ما احنا بنعمل الفته ديت هنجيب شويه من الخبز، نفس الفكره، نحط خبز ناشف، خبز عربي بنجيبه، ودوت بجيب حمص بنقعه، والحمص بنقعه في قلب ميه واتخلص من الميه اللي فيه، وبعدين احط ميه تانية واسلقه، وبحافظ على الميه اللي انا سويته فيها، لان هو الميه ديت اللي هاخدها اكنها مرقه، مش هستعمل مرقه المره دي، فباخد الحمص دوت على اساس هستعمله، وممكن في الحاله ديت نضيف عليه شويه من الصلصه هنا اهوت، ناخد شويه صغيرين هنا من الصلصه، نخلط معاهم شويه حمص، وهيبقى نفس الفكره، ناخد شويه حمص هنا اهو، بقلبهم عليه وبحطهم دول مع الخبز من تحت الاول، وبنحط شويه بقى من مرقه، المره دي المرقه بتاعه الحمص، ميه الحمص، شويه من مرقه الحمص، وبعدين بنحط شويه حمص من غير مرقه، واخر حاجه بحطها بيكون الخليط اللي احنا عاملينه، اللي هو بيكون عباره عن الطحينه مع الزبادي ومعاهم شويه توم صغيرين، نحط شويه من هنا اهو. الصنوبر ابتدى يتحمر، نحط له شويه سمنه، قبل ما السمنه تسيح هنا نكون رصينا بقيه الحمص، يبقى بنحمر الصنوبر هنا اهو، واخد بقيه الخلطه اللي عندي هنا وت الزبادي مع الطحينه، نحطهم هنا، وممكن نزود لو حبيته، او مع المرقة والطحينة باخد شوية من الخليط اللي احنا عاملينه هنا مع السمنة وهي سخنة، وبحطها عليه من فوق هنا هوت، يبقى ديت فتة الحمص، ونفس الشيء الصنوبر اوريدي موجود عندي في الفتة التانية اللي هي فتة البتنجان. لكن مش هننسى اللحمة اللي احنا حطينا هنا اهو، نوضب المكان هنا، وعملت اللحمة على اساس دخلتها الفرن، نوسع لها مكان، نجيب لها حاجة نزين بيها، ونشوف هنقدمها ازاي. الفكرة في اللحمة ان انا قلت انها الخضار اللي موجود هيستوي يتحمر شوية، وبعدين نجيب دوت بيكون الشكل بتاعها، وعشان احافظ عليها انا خليت البصل هنا في قلب سلطانية، وخليت بطاطساية من تحت عشان تتحمر او تستوي فيها، نحطها هنا، فبتكون ديت الفكرة بتاعتها. البصل اللي عندي هنا استوى، نجيب معلقة، يعني البصل دوت استوى زي ما احنا شايفين، طبعا شوية المرقة اللي انا حطيتها ديت فرقت كتير، والبصل اللي فوق كان مستوي بس حطيته عشان ياخد لون، وديت ممكن نعملها كفكرة
فازة هنا في الآخر، نحط شوية هنا، نرجع البصل ده مكانه، فتبقى فكرة اللي هي التاج اللحمة اللي هي اللحمة الضاني ممكن بتتقطع وتقدم كده، على أساس إنها تبقى الخضار موجود. عندي بطاطساية تحت، مش كلنا هنتخانق عليها على أساس هي النشويات، لكن ممكن تتعمل جنبها رز، أو يتعمل جنبها البيتزا، أو يتعمل جنبها الفتة اللي إحنا عملناها. إن شاء الله إحنا هناخد فاصل، لما نرجع من الفاصل هنروح معاكم نعمل القريبة، حاجة من الحاجات اللي إحنا برضو بنتكلم عنها، أنواع المخبوزات ايه المفروض نتابعه. اتكلمنا على الفرن وحرارة الفرن ونزوق الترابيزة ازاي، وكان الطلب مننا من جاردينيا من العين عايزة تعمل ترايفل هيتعمل ازاي. نروح نعمل الغريبة، ولما نرجع نكمل معاكم ونشوف الترايفل هيتعمل ازاي. نشوفكم على خير ان شاء الله. بالنسبة للكحك البيتي فور الغريبة، انواع العيد بتبقى كتيره، لكن بيبقى من اشهرها الحاجات البسيطه، كلها بيستعمل فيها الزبده، وكلها بيستعمل فيها السكر، كلها بيستعمل فيها الدقيق، لكن الغريبه بالذات بتبقى في كميه الزبده مع السكر بتبقى كميه كبيره، وبتبقى ناعمه جدا. يعني الغريبه حاجات من الحاجات اللي هي بتبقى ممكن تدخل النار وبتطلع، وفي ناس تفكر انها لسه ما استوتش من النعومه بتاعتها او من الشكل بتاعها. بستعمل هنا الزبده، ومهم جدا ان الزبده اللي استعملها تكون طريه وبدون ملح، او لو فيها ملح خفيف ماشي، بس ما يكونش ملح كتير. نخفق هنا الزبده بس اتاكد انها طريه، بمجرد بس ما اخفقها مره اتنين وتنعم شويه، يبقى ديت اول حاجه بعملها، بحط الزبده وبتبقى طريه بالطريقه ديت. بتخلص من الجناب وبشوف انها بتبقى سهله. لو ضفت عليها خليط تاني، يعني نحط هنا شوية من السكر البودرة، نحطها على سرعة متوسطة، بس اتأكد انها تتداخل مرة هنا، وبمجرد ما بتبتدي تتداخل ببتدي اضيف عليها الدقيق. دقيق متعدد الاغراض، نحط شوية هنا من الدقيق، نحط شوية هنا من الدقيق، يبقى عندي الدقيق وعندي السكر، السكر اللي استعملته سكر بودرة، وبخلط دول كلهم مع بعض. اتاكد ان كل حاجه هنا اندمجت مع بعضها، وبشوف الزبده لو في قطع زبده على اساس ما تبقاش حته محطوطه في الجنب، كل الزبده اللي انا حاططها كلها تدخلت، يبقى عندي هنا لو في قطع هنا بنزلها وانزلها مره كمان، يبقى اتاكد ان كل دوت بينزل هنا، نحطه بالطريقه ديت، نزلها هنا، وبعدين بضيف عليها مرة كمان بقية المكونات. إذا كان عايز أضيف عليها دقيق، بحط شوية دقيق تانيين وأخلطها، وتبقى عندي ديت عجينة الغريبة اللي هي معظمها بيكون سكر مع زبدة. نخلط مرة كمان، كلها بتتداخل، وبحط بقية الدقيق. يبقى أنا حطيته هنا تدريجياً شوية شوية لغاية لما كله بقى كتلة واحدة. مش محتاج ان انا احطها في التلاجة، عادة بنقول عجين البسكوت بنحطه في التلاجة، لكن انا مش عايز احط دي في التلاجة، لان لو اتحطيت في التلاجة هتجمد، ومش عايزها، مش هفردها، ده انا همسكها بايدي، فمش محتاج ان انا اجمدها واحطها في قطاعة، لا ده انا اعملها بايدي نفسها، هي اللي هفرد بيها. نحط هنا المكونات ديت مع بعضها، وبعدين ممكن نشيل ديت هنا اهو، وباخد العجينه ونشوف العجينه قد ايه طريه، ودي بتكون عجينه الغريبه. عجينه بتبقى مفروله شويه بس كلها ناعمه، يعني كل حاجه هنا متداخله في بعضها. ناخدها هنا اهوت، نشكلها هنا اهو، وبحس بيها، فباخد شويه هنا اهوت، واسهل حاجه هي العجينه، ان انا باخد العجينه وبعملها بالطريقه ديت. وفي اكتر من شكل، يعني ممكن ناس بتعملها كده وبصبعها بتعمل بالطريقه دي كده، يتحط جواها ممكن قرنفل، او جواها بحط حته فستق، يعني هنا اهوت ممكن احط فستق فيها، ممكن احط لوز، ممكن هي نفسها نجيبها ونشكلها، يعني اعملها كده و نفردها بالطريقه ديت، وبجيب شويه من اللوز نحطها هنا، نحط شويه من اللوز هنا، واجيب سكينه واخد العجينه اللي انا عاملها
وبضغط عليها، بضغط على اللوز على اساس او الفستق بحيث انها تبقى ديت حتت صغيره هنا اهوت معموله، ممكن بضغط عليها اكتر او بصباعي وبايدي ويبقى عندي الغريبه فيها شويه من الفستق، يبقى دوت اختيار. الاختيار الثاني لو حبيت نعملها بالطريقه ديت ممكن احشيها، نعملها حشوات. الحشو اللي هي تملي عاده ايه في رمضان، عندي تين، عندي مشمش، عندي التمر، فاذا ممكن بنفس الفكره ينوت باخد ديت وافردها ينوت ونحطها، بجيب العجينه ونحط فيها حشو، يعني اجيبها بالطريقه ديت واجيبها وافردها كورها نعملها اسطوانه، بس اكيد كلها متداخله الاول. بعد ما بعملها بعملها زي اسطوانه، والاسطوانه بعمل فيها مكان يعني سهل ان انا اقفلها، وبجيب عجينه التمر نحطها فيها هنا، وبفرد عجينه التمر بالطريقه ديت، يا دوبك بس حاجه صغيره جواها، وبنفس الفكره اللي بنعمل بيها المعمول ممكن بحط هنا اهوت ديت بالطريقه دي واقفلها، وبعدين بجيب السكينه ونقطعها، يبقى عندي هنا غريبه بالتمر، ده برضو اختيار من الاختيارات اللي ممكن نعملها طالما العجينه موجوده عندي. وفي العيد بنعمل الكحك والغريبه، بيبقى عندنا القوالب، قوالب المعمول اللي هي بتستعمل للمعمول بس، نفس الحجم الاولاني اللي انا عملته بعمل الكور الصغيره ديت، نعمل شويه هنا اهوت من الكور الصغيره نحطها بالطريقه ديت، دي محتاجه تصغر شويه، وبعدين بنجيب قالب المعمول، باخد الكوره ديت واحطها جوه قالب المعمول، وده بيبقى حجمها من جوه، وباخد قطعه ممكن فستق ممكن اي نوع من الانواع المكسرات اللي عندي، وبحط هنا شويه من التمر، بقفل عليها بالطريقه ديت، اتاكد انها مقفوله تماما عشان لما احطها في الفرن دي ما تتحرقش، وبننزلها. بيبقى عندي حسب شكل القالب بيبقى عندي دلوقتي اكتر من نوع من البسكوت او اكتر من نوع الغريبه. الكور نفسها على اساس انها بتحكم في الحجم بتاعها، اعملها الكوره نفسها يبقى نفس المقاس، بعملها بالطريقه ديت واقفلها من الناحيه دي، وديت ممكن نجيب قطعه هنا من اللوز ونضغط عليها نحطها هنا. لو انتوا عايزين تحطوا قرنفل صحيح ممكن تحطوه، لو عايزين تحطوا ممكن شوكولاته اللي هو الشوكليت شيب ممكن تتحط عليها، فبجيبها وبحطها هنا. الفرن بيكون حرارته 170 بس ما بتاخدش اكتر من 15 دقيقه. العجينة بتاعتها افضل ان انا لما اعملها ما احطهاش في التلاجة علشان ما تفرولش واخفقها تاني، بتبقى عجينتها طرية جدا زي ما انتوا شفتوا، سهل جدا التعامل معها، فممكن نخليها هنا ونكملها، وخصوصا لو عندنا اطفال ممكن يساعدونا في الموضوع. يبقى عملناها بشكل اللي هو المعمول، وعملناها بالفستق بعد ما بتستوي ممكن يتلف في الفستق، او عملناها معاكم بالفكرة اللي هي اللي كنا متعودين عليها وبتبقى ملفوفة بالطريقة ديت. طرق مختلفة لعجينة واحدة، عجينة الغريبة اللي انا بسميها عجينة الزبدة، حطها هنا للتقديم ديت اكيد لرمضان وبعد رمضان وقبل رمضان، مفيش حد متهيألي بيزهق من الزبدة او من بسكوت الزبدة اللي هو الغريبة. جربوا ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. يبقى دلوقتي بالنسبه للحلو بتاعنا شفنا الغريبه، وكمان الطلب مننا نعمل حاجه للضيافه، حاجه ممكن ترايفل. الترايفل مكوناته ممكن يبقى فيها جيلو، كيك، اي انواع كيك، فاكهه، كاسترد، وكريمه لبان، يعني دول المكونات اللي ممكن نعمل بيها ترايفل. ممكن استعيضها حاجه بالتانيه، وهنقول لكم بطريقه توفيق وتبديل ممكن تعمل ازاي. ممكن بجيب هنا هوت الوعاء اللي هسوي فيه، بحطه في شويه شربات صغيرين، يعني جبت شويه شربات، وده بس يا دوبك بحط حاجه على الحرف هنا على اساس تاخد لون، واللون هيبقى من جوز هند، حطه في شويه لون اخضر، حطها كده هوت على اساس دي تبقى السلطانيه اللي انا هستعملها او اللي هحشيها من بيها واعمل فيها الترايفل. الاختيارات كتيرة، ممكن بحط أول حاجة تحت كاسترد، نجيب شوية هنا من الكاسترد نحطهم تحت في قلب السلطانية من تحت، وبعد كده الفكرة فيها بحط كيك،
عندي اختيارات، يا اما عندي قطع من الكيك بنحطها هنا اهوت بتتقطع بالطريقه ديت، بحطها ومش لازم اشربها بحاجه، قطع كيك بتتقطع بالطريقه كده، واملى ما بين قطع الكيك بحتت من الجيلو، يعني نجيب هنا جيلو وتبقى كيك مع جيلو، قطع شويه كده اهو من الجيلو والكيك، ومش لازم تبقى يعني تبقى هي ديت الالوان اللي انا بستعملها. وبعدين بحط شويه كاستر تانيه، حط شويه كده اهو تانيين هنا، بس يا دوبك من الجناب علشان الالوان تبان، يعني يبقى هنا عندي اللون باين من الجنب. ونختار نوع من انواع الفاكهه، ممكن لو عايزين نستعمل تمر حط شويه هنا من التمر، وبحط شويه تانيين من الكاسترد، حبه صغيره كده من الكاسترد. وبعدين بستعمل كيكه تانيه، نجيب قطعه من الكيكه نحطها واضغط عليها، وهنا ممكن نحط شويه صغيره بس عشان تمسك، شويه كاسترد في النص، وبعدين فاكهه من الجناب، نستعمل شويه هنا من التوت على الجناب، يبقى عندي هنا الرقات اللي انا حطيتها، ممكن نكتر من الكاسترد، ممكن تكتروا من الجيلو حسب انتوا حابين ايه اكتر، او يبقى هو دوت كافي. واحط شويه تانيه هنا من الفاكهه في النص، وعليهم كريمه، حبه كريمه صغيره هنا، واخر حاجه شويه كده من الفاكهه في النص. لو عملتها بنفس الطريقه بنفس الرقات، ممكن تحط الكاسترد والكريمه، ممكن نحط كريمه اكتر من الكاسترد، نحطها في النص هنا، قطعه تانيه من الكيكه نضغط عليها، شويه تانيين من الكاسترد في الجنب بالطريقه ديت، واخر حاجه ممكن استعمل نوع تاني من التوت، ونزوق بشويه كريمه مع توت احمر، شويه كريمه هنا اهو مع توت احمر. يبقى عندنا نوعين او ثلاثه. لو عايز احط هنا اهو شويه من الكريمه ومعاهم فراوله، فديت ممكن تبقى اختيار تاني. ناخد دول هنا اهوت على اساس قلنا انها لو عايزين تعملوها مش لازم يكون حجمها كبير، لو بنفس الفكره تعملوا احجام صغيره، احنا عملناها هنا احجامها صغيره، فديت تبقى بعض الافكار اللي ممكن تستعملوها وتستعملوا فيها الفاكهه. لكن احنا ابتدينا النهارده وعملنا اول حاجه، وكان عندنا المكدوس، عملنا مكدوس، الفكره فيها كانت عباره عن فته حمص، حمص وتحط معاها الخبز، وحطينا الطحينه مع الزبادي. ممكن اخلي دول على جنب، يعني مش لازم احطهم كلهم، يعني انا عايز ازود بعد كده ممكن نزود لو حبينا، يعني خليها هنا على جنب لو عايز. والفته الثانيه كانت عباره عن بتنجان حشيناه مع لحمه مفرومه وفي قلبيها صنوبر، وبعدين كنا عملنا مع دول اللحمه الضاني اللي هي كانت عباره عن التاج اللي معموله كميه بصل معاه وخضار، ممكن الخضار يتعمل في طبق لوحده. والبيتزا كانت بيتزا مشويه، ممكن نحط معاها خضار، ممكن نحط معاها لبنه، وكان اخر حاجه اللي هو فكره الترايفل اللي احنا عملناه سوا. نشوفكم على خير بكره، لكم الف تحيه والف سلامه.